اخو بان الرهان على الانتخابات الجماعيه ماشي هو نفس الرهان على الانتخابات التشريعيه، وان الانتخابات يعني في الجماعات اساسيه لان فيها السياسه ديال القرب، والناس كتصوت على الناس وكيمكن لها تتبعها، ماشي بحال البرلماني كيمشي للرباط ولا ما كيمشيش ولا مشى تيمشي تينعس في البرلمان، يعني انه في الجماعه يمكن لك تتابع. واليوم كاين بعض المداخل الايجابيه اللي جات في المشروع انه كاين الافراد والمجتمع المدني يمكن له يدير عرائض يمكن له يتبع، وما يمنعنا اننا نديروا اليوم مجالس ديال الحي ونتبعوا هذاك المجلس سواء كنا فيه مشاركين او ما مشاركين شيء، باش نشوفوا كيفاش كتدوز الامور، كيفاش كتتم الاحترام او عدم الاحترام ديال الاراده ديال المواطنين اللي عطاو الصوت ديالهم. اذا حنايا داخلين باش نحاربوا الفساد والمفسدين وفتحوهم، وداخلين باش تحترم الاراده ديال المواطنين الناخبين، وداخلين كذلك من اجل انتزاع ربما تسيير بعض الجماعات، وراه عندنا تجربه وتجارب مهمه في هذا المجال. اكبر عدد من الجماعات باش ننقذوها من التخلف التاريخي والبؤس السياسي ندخلوها الى مجال السياسه النظيفه التي نتمناها، يعني الاطر ديالنا اللي عندنا مناضلينا هادو هما هكذا دايرين، وحنا بغينا يعني نفتحوا على المواطنين اقل من الانتخابات، يعني الجمعيه كتطلب واحد العدد كبير هائل ديال المرشحين، كاين 7000 مرشح وكاين 1540 ديال الجماعات 75 اقليم، يعني هذا الشيء كله كيتطلب واحد الطاقات اللي هي مهمه، وحنا هذه الطاقات عارفين بانها موجوده في بلادنا، اللي خصها انه اللي يعني تلقى امكانيات يعني انها تصنع هذه القوه. وهنا طلبنا ملي عملنا التصحيح والمراجعه والتحليل الورقه ديال المشاريع القانونيه، قلنا بانه راه لابد من خلق الجو المناسب باش الناس تسترجع الثقه. هذا الجو المناسب منه اولا الاعلام، الاعلام الاساسي راه سلطه مهمه جدا، الاعلام وانا كنحيي هنايا يعني الاخوان في وكاله المغرب العربي للانباء على هذه الاستضافه، لان كاين منابر انا تيستدعوني وفي العشيه ديال البرنامج كيقول لي استاذ صبحي راه ما عرفتش وقع له واحد شي حاجه، ما كاينش لا اذاعات ولا تلفازه، يعني مازالين كنعيشوا هذا الشيء، وحنا كنعرفوا بانه الاعلام سلطه مهمه تساهم في تنوير الراي العام اذا كانت مستقله وكانت ديمقراطيه. اذا قلنا بان الاعلام خصو يتفتح على كل الحساسيات، الناس تسمع وتاخذ الراي ديالها، قلنا خاص اطلاق سراح المعتقلين السياسيين غير معقول، شباب ديال بحال هكا 20 طاير، طلبه مخموعون معتقلون اليوم، كيفاش غتخلق هذا الجو كتقول الشباب اجيو تسجلوا؟ حنا كنقولوا اجيو تسجلوا كنطلبوا، مازالش يعني هاد الاخوان ديالنا دوار زادات عاد كنا البارح مجتمعين معاهم، قال كوك كوك عباد الله واش حنايا غادي نبقاو غادي جايين المحاكم؟ حنا الشرفاء الدم ديالهم دافعوا على الناس تما ناجيو في بوزر ومشاو ناصروا الناس ديال ايميدال وداروا قافله، وقفوا مع الناس ديال القرود الصغرى وهو رفيق العالمي الحروني الملصق، يعني ناس شرفاء يعتزوا بهم المغرب والمغاربه كلهم عرفوهم كيف فينا هما وشنو كيعملوا واش كيديروا. فالنظام ما كاين غير المقاربه الامنيه والقمعيه، يعني الخوف والتخويف راه ما بقاتش الناس كتخاف، الناس راه باغيه حقها بلادها في اطار وهذا هو اللي غيضمن السلم الحقيقي للبلاد والاستقرار، لاننا حنا كنحسوا بان الوضع يوشك بالانفجار، لان ما بقاش يعني تضغط على الناس، وهذا الظلم الاجتماعي المتفشي راه ماشي مزيان، ولكن حنا داخلين على هذا الغرض لهذه الانتخابات، الغرض اننا ما عندناش الامكانيات وما عندناش دعم، وعارفين بانه غادي يكون خروقات، ولكن نحن لمحاربه هذه الخروقات والفساد والمفسدين، وقلنا كذلك راه ما يدخلوش الناس اللي ما عندهمش الذمه ديالهم الضريبيه مزيانه، الناس اللي يدخلوا الحبسات، الناس اللي مرتكبين جرائم سياسيه او اقتصاديه ما يدخلوا شيء، الناس اللي كانوا في مخدرات ولا هذا ما يدخلوا شيء على الانتخابات، على الاقل باش نصفيو شويه الجو، لان الديمقراطيه بحال شي غربال تغربل شويه وانت باش تقدم، باش نحسوا بانه هناك تقدم باتجاه التغيير الديمقراطي، ماشي دائما التفاف التفات والتفاف من اجل تثبيت يعني هذا الركائز ديال الدوله العربيه.